بص بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ مفيش وقت. لا عندكم وقت تذاكروا ولا اصلا ولا انا طايق اقعد معاكم. خد بالك. عشان كده الحل ايه؟ الحل ايه؟ انا هحط دلوقتي سكيم على السبوره. السكيم ده بعون الله، بس انا عايز ناس، بس عايز ناس مخهم دي، فدي الفكره. مشكلتي معاكم ايه؟ مشكله. والله دي مشكله. قول له خد عيش. انا هحط سكيم على السبوره. واخد بالك؟ السكيم ده بعون الله يضرب لك اي انفكشن من الهواء. خلاص كده؟ هنوحد الكلام بتاعنا. بعد ما اقول السكيم في ربع ساعه ولا في 10 دقائق ونحفظه، هناخد كل مرض دب 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 خلصنا انفكشن. فاهم ولا لا؟ ها كل يا دكتور يعني كله يمشي على سكيم. ايوه مصور سكيم حاجه كلام جنرال يعني. ها كلام عام. دكتور طبعا احنا استفدنا ايه من الكلام ده؟ استفدت انت ايه من السكيم؟ استفدت جالي اصل بصوا انا لا ابالغ اقسم بالله اللي بقوله ده صدق. انا اصلا انا اخويا استاذ تروبيكال كان بيذاكر الانفكشن دي من التروبيكال اللي هو طب المناطق الحاره والحاجات دي. فعندهم انفكشن كان كتاب الانفكشن بتاعه 1200 صفحه. اسمه ايه؟ انفكشن. هل احنا بنمتحن انفكشن ده اللي عايز يرخم على طالب طب يجيب له سؤال؟ اقول لك حاجه، في حاجه اسمها ريفت فالي فيزا. حد يسمع عنها دي؟ سؤال انفكشن في المنهج. ها اجبولك في الامتحان، اجي في الاول لك تريتمنت اوف جيارديزيس تقول لي ايه دي؟ اقول لك تريتمنت اوف مش عارف اي حاجه في اي حاجه، يعني الانفكشن ما بتخلصش. عشان كده السكيم ده مهم هنا ليه؟ ها انا هحط السكيم، السكيم ده انت تملى الفراغات بتاعته، واخد بالك؟ لو السؤال جايب 10 درجات انت ضمنت 6 7. طب لما اعرف بقى الحاجات اللي جواه كمان، لما جايب لي التايفويد الحاجه المشهوره، البروسيلا الحاجه المشهوره، الكوليرا، الملاريا، ما هو في اربعه خمسه كبار مشهورين، خلاص انا عارف اللي جواه اجيب الدرجه كلها، لكن دخلت في الامتحان جاب لك مش عارف ايه حاجه ما انتش عارف اسمها، بعدين سالت قال لك هذه حاجه تبع الانفكشن، حط الاسكيم. فهمت حاجه ولا لا؟ هو انتوا تعرفوا عني ان انا بحب كده؟ هل انا بحب كده؟ ما بحبش والله الاسكيم، والله العظيم ما بحبها، بالعكس انا بحب افهمك كل حاجه، لكن غصبا عني يا جماعه كتاب الانفكشن اكتر من 1200 صفحه. والله الانفكشن لا حصر لها اصلا. هتيجي انت على 20 صفحه تقول لي انفكشن عايزين، ما مش كده. والمفروض اصلا في كل الدنيا، في كل الدنيا رؤساء الاقسام بيقعدوا مع طلبه البكالوريوس يقولوا لهم ايه؟ ها عليكم في الانفكشن تايفويد، عليكم بروسيلا، عليكم كوليرا، عليكم كذا، عليكم كذا، يحدد له مواضيع معينه. ها طبعا انتوا ما حدش لا بيحترمكم ولا بيقعد معاكم. ها بجد والله ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. زمان في الزمن الحلو كانوا بيعملوا كده. ها فاحنا ايه نصيبنا كده؟ ربنا يستر يعني. واخد بالك؟ لا مش كله، لا مش كله. ليه ليه ليه؟ في طلبه طب. طب اقول لكم حاجه؟ اقول لكم عشان تحزنوا على نفسكم قوي. انا كنت سافرت، كنت بشتغل في الزقازيق. حلو، كان معايا طلبه في الزقازيق، فكنت بسافر الزقازيق وطلبه زي الفل وشاطرين وكل حاجه، بس هم شاطرين بس مش اشطر من حد يعني، فاهم؟ هم شاطرين هم، بس مش ايه، مش اللي هم السوق يعني. وبعدين مش الدفعه كلها الدفعه فيها الفشله وفيها الشاطرين وفيها النص وكل حاجه. تلاقي الاول بتاعهم في البطنه جايب 895 من 900. حلو كده، وانا اعرفه شخصيا، وحد شاطر ومجتهد وزي الفل وكل حاجه. ها وتيجي مثلا الاول في جامعه كذا بنها مثلا اللي جنبهم، تلاقي الاول جايب 810. طيب والاول بتاع بنها اشطر من الاول بتاع الزقازيق، ايه الفرق؟ لا لا طب استنى، طب والثاني جايب 890 والثالث 885، ايه الفكره؟ لا 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 خالص، بيذاكر خالص. هم كده يجي في اعمال السنه، اي ادوا درجاتكم. ناس طيبين بتوع، بصوا الزقازيق دي اصلا اجمل محافظه في مصر الشرقيه، ناس طيبين جدا، واخد بالك؟ هم ناس طيبين حتى جدا جدا والله، فوق الوسط. ما فيش حاجه اسمها ينقصك درجه والعذاب والكلام ده، فاهم ولا؟ والله يا دكتور اسمك كان عنده 5000 عملك عشان كده يعني؟ والله ما اعرفش، بس ده من زمان وهم كده. تيجي بنها من اخر السنه يعني السنين اللي فاتت، كان بيجي رئيس الاسم يقعد معاهم يقول لهم انا الامتحان ده مش جاي عشان اعذبكم فيه، يقعد يديهم 20 سؤال ويجيبهم في الامتحان على الورقتين او ثلاث ورقات ويحددهم يكفر عن جنون. يقول لهم انا دلوقتي انا خلاص نعرفكم انتوا بقيتوا كويسين، واديهم الامتحان ويدخلوا كلهم يجيبوا امتيازات عاليه جدا. جالهم واحد بقى السنه دي مطلع عين اللي جابوهم، والله العظيم يعني حاجه مش ممكن. فانا قصدي كل جامعه فيها كده وكده. المفروض ان هو يقعد معاكم، يقعد معاكم يقول لكم لا نذاكر كذا، ما نذاكرش كذا، نعمل كذا، ما نعملش كذا. مش انا مش بتكلم، هو انتوا عشان انتوا لو بتعتمدوا، لو الجامعه بتعتمد على نفسها كان ممكن يبقى كده، لكن الامتحان بيجي لكم من بره يعني. ما علينا. دكتور وفي بقى في الامتحان اول ما يخش يسال سؤال، تقلب عليكم المواضيع، تقلب عليكم بعدين دكتور بيقتل حاجات من العصر. على فكره بص يا اخويا انا اقول لك حاجه، مشكله الساركيدوزس سؤال، انا مش متفق مع الدكتور سعيد يعني، بس سؤال الساركيدوزس بالذات انا متفق معاه لانه تبع التشيست.
ومهم جدا وسؤال متوقع في كل وقت. سامحني يعني. سامحني. عارف شفت انا عملت لك ازاي في المالت والمايلوما؟ الترم الاولاني لو كده كنت اقول لك الساركيدوزيس بالظبط واعمل لك البلط ده. اقسم بالله انا مش بظلم حد يعني. الحته بتاعت الساركيدوز بالذات انا احترمه فيها. امتحان النظري كان عاجبني جدا. يا سلام. كل مشكلتي في امتحان النظري ان هو طويل. عشان كده خفوا نفسكم شويه. سرعوا رتم حياتكم شويه. خليك سريع شويه. لما تقعد تذاكر لما تقعد تحل في الامتحان ها اقعد حل بسرعه شويه. ما تقعدش تزرح ما تقعدش تحب في الورق. اخلص 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 بسرعه. لا انتوا بجد يعني فكر يعني اطير عارف اطير ان شاء الله تبقى عارف الكلام كتير بس الفكره انا عايزك تقول يا حبيبي بقول لك ايه بقول لكم ايه انا مش عايز اخرج عن المواعيد عايز اشتغل يعني بس اقول لكم حاجه في عيال فشله في طلبه فشل انتوا الطلبه في اكتوبر مفيش الوسط انتوا نوعين يا ناس حلوه قوي بتذاكر يا اما ناس مالهاش في المذاكره الناس الحلوه قوي اللي بتذاكر بتذاكر كل حاجه وناس الفاشله وبيجي قبل الامتحان يعمل ايه هيقعد يعمل ايه يقعد ينقي له الترم الثاني هو يتلخص له في 40 سؤال يقعد يموت نفسه في 40 سؤال يدخل الامتحان يلاقي 90% من ال 40 سؤال اللي ذاكرهم 10% ما يعرفش عنهم اي حاجه مش مهم بس هو خد الكام ها قفله 90 جاب 80% الواد اللي هو بيذاكر طول السنه وجايب من الجلد للجلد ومش عارف ايه مش لاحق يراجع حاجه مش لاحق يعمل اي حاجه فهمني يا دكتور عشان كده انت بتذاكر واحنا بنتكلم دايما اي دكتور بيشرح لك السؤال ده مهم يبقى السؤال ده مهم انت تركز قوي في السؤال ده طب واللي حواليه ابقى عارفه كده ابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي لو جه سؤال غريب اعرف اتكلم عليه فاهمني يا عيال ولا لا هي الدنيا كده في عيال بتاعت في عيال بتاعت امتحانات بس ولا بيتنرفزوا زيهم ولا شايلين الهم ولا شكلهم بقى عنده 60 سنه زيهم واخد بالك ولا في الكلام ده خالص واخد بالك ويدخل الامتحان يعمل كويس جدا وانت ها القهر باين عليك واحد ما عجبوش الكلام ونام ورا وعادي يعني مفيش مشكله فاهمين يا جماعه مش كده فكوا شويه انا دوت نذاكر الاسئله المهمه في كل شابتر نركز عليها تموت نفسك في الاسئله المهمه قول لي تبقى عارفه كده الاسئله اللي موجوده في الورق اللي هو اللي حضرتك الدور بس تبقى عارف بس والله العظيم انت لازم تطلب بس مش راجع تفصل عايز ابقى اي انفكشن لازم تعرف الايتيولوجي يا دكتور والايتيولوجي بيشمل اربع حاجات كوست اوف اورجانيزم السورس اوف انفكشن الترانسميشن بينتقل ازاي والانكيبيشن بيريد الكوست اوف اورجانيزم من اسمه ها هو اسمه ايه ده عنده تايفويد ده بتاع السالمونيلا مثلا يعني ها الكوليرا فيبرو كوليرا طيب السورس بيشنت كل الناس بيشنت اور كارير ها السورس بتاعنا ايه يا بيشنت يا كارير الترانسميشن على حسب المرض في امراض في كورال في امراض تبقى بلاد ها في امراض تبقى على حسب سيكسوال على حسب المرض بتاعك انكيبيشن بيريود كل الامراض اللي معانا كلها الانكيبيشن بيريود بتاعته من 1 لـ3 اسابيع الا 2 من انجايتس وده خدناه وكوليرا ودي هناخدها من 1 لـ5 ايام خلاص اي مرض بعد كده كانفكشوس ديزيز الانكيبيشن بيريود هتقول ايه من 1 لـ3 خلصت دي كلمه الايتيولوجي فيها مشكله طيب مكتوب 3 دكتور خلاص مكتوب 2 كلينيكال بيكتشر واحد كلهم عندهم فاهم اظن دي موافقين عليها ولا ايه؟ ها مش هو في مرض ففي توكسيميا في انفكشن نمره اثنين بيكون عندهم سبيسيفيك كلينيكال بيكتشر اكوردنج تو المرض يعني ايه يا دكتور؟ يعني اظن انتوا مش بصمجيه يعني اكيد عدى عليكم في علوم بتاع الثالثه ثانوي ولا بتاع الثالثه اعدادي ان الملاريا بتكسر كرات الدم فاحنا عندنا هيموليتيك انيميا وعدى عليك ان في حاجه اسمها تايفود الناس الواد اللي بيحصل دوشات عارف ان التايفود ده بيوجع البطن ويعمل اسهال وامساك وكرامبي ابدومينال بيت مش كده ولا لا يعني الحاجه اللي سبيسيفيك اكوردنج تو مكان الايه مكان الانفكشن نمره 3 ان كلهم ممكن يحصل معاهم كومبليكيشنز والكومبليكيشنز اسهل حاجه تتالف ليه هتحط ايتس في اي مكان لا مش لعبه
100 جنيه ايه يعني 100 جنيه لا 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 طب يعني كل مبالغ كل مبالغ يعني 100 جنيه 100 جنيه دفتر هو قوم عليه برضه طب عايز في البيت صديق ايه بعد يعني ما فطرت في البيت ايه المشكله معانا 100 جنيه 100 جنيه بس 100 جنيه بالحب شوف انا لوحدي ما حدش دخلك في جمله مفيده يا برضه محدش كلمك في اي حاجه اصلا والله ما حد دخلك في اي حاجه ها انفستيجيشنز اي حد عنده انيميا اي حد عنده انفكشن تعمل له حضرتك سي بي سي لو كان الانفكشن ده كرونيك يبقى عنده نورمو كرونيك نورمو سيتيك انيميا اي حد عنده انفكشن لو كان الاورجانيزم هايلي فيريولنت ده بيعمل سبريشن البون مارو تلاقي عندهم ليوكوبينيا لما يحصل ليوكوبينيا مين اللي يزيد؟ الليمفوسايتس يحصل كلمة ليوكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوز دي مش سبيسيفيك لمرض معين لكن انت هتقول في ليوكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوز لو المرض ده مرض مزمن هتقول لي نورمو كروميك نورموسيتيك انيميا ماشي؟ تاني انفستيجيشن تعملها لازم تعمل كالتشر تقول لي كالتشر ليه؟ على حسب المرض فين؟ في الدم بلاد كالتشر في اليورين يورين كالتشر في الستول ستول كالتشر كالتشر على حسب الايه المكان وتعمل حاجه اسمها سيرولوجي سيرولوجي يعني ايه سيرولوجي يعني دور على انتي بودي والانتي بودي اللي هتدور عليه نوعين يا اي جي ام يا اي جي جي والاي جي ام بتاع ريسنت انفكشن والاي جي جي بتاع الاولد انفكشن مش عارفين الاي جي ام ده الصعقه اول ما يجي الميكروب اول حاجه مين اللي بيهاجمه ها مين اللي هاجمه في الاول اي جي ام بعد كده تنزل اي جي جي ها بعد كده لو في عندك حاجه سبيسيفيك انفستيجيشن تقول ديفرنشال دايجنوزس كل الامراض اللي بنقولها تدخل في ديفرنشال دايجنوزس هنقوله فيفر اوف انون اوريجين فيفر اوف انون اوريجين هنشرح فاضل ايه بعد كده تريتمنت التريتمنت بتاعنا اسطمبه على نوعين في بروفلاكسز والبروفلاكسز ده كلام الصحة العامة ايه كلام الصحة العامة النظافة الشخصية وبنزل قبل الاكل وبعد الاكل او ما ناكلش من الشارع ولو في مكان فيه ناموس نحط الناموسية وانتي موسكيتو ميجرز وبرده كلام الصحة العامة لو واحد عنده انفكشن نعمل له ايزوليشن ولو في فاكسينيشن ناخد الفاكسينيشن يبقى كلمة بروفلاكسز كلام صحة عامة بلس فاكسينيشن ماشي طيب ال curative treatment curative treatment أربع حاجات طول السنة بيقولون طول الترم بيقولون ها general و symptomatic و specific و treatment of complications general نريحوه وعنده سخونية نشربوه فلويدز كتير عشان ترضى درجة الحرارة وندي لايت نيوترنت دايت سيمتوماتيك انتي بايريتيك وانالجيزيك لو بيراجع يديله انتي ايميتيك مش كده سبيسيفيك اكوردنج تو انفكشن كل اورجانيزم هيبقى ليه انفكشن خاص بيه او انتي فايرال او وات ايفر عالج الكومبليكيشنز اللي انت اتكلمت عليها وقول لي اكزامبل مفهومه كل واحد معاك تاني يقفل انا مش هتكلم علم انا دلوقتي هتكلم شويه احنا بنتيش وبعدين هتكلم علم هتكلم والله العظيم لا اقول اي كلام اقسم بالله اي كلام والله العظيم هقول اي كلام ماشي في حاجه اسمها تايفويد فيبر حمى التايفويد اسمها الثاني انتريكا ماشي يلا بص على السبوره والف ها ايتيولوجي تايفويد كوز اوف اورجانيزم ها جرام نيجاتيف باسيلاي سالمونيلا تايف تمام مباراه تايف مباراه تايف دي في منها اي وبي وسي اللي موجود في مصر اي وبي وسي ده مش موجود عندنا خالص طيب السورس في كوره هتتكلم يا على السورس كان ترانسميشن في كوره السورس كارير بيشنت اور كارير خلاص الترانسميشن في كوره كيبيشن بيريود بس خلاص كلينيكال بيكتشر وبعد فاهمه سبيسيفيك بقى عندنا البي ممكن ايه ماشي ها فوميتنج عنده فيفر مش كده قلناها دي اصلا اي كلام ولا ايه ماشي بعد كده كومبليكيشنز ماشي ما بزوت الكترونيك ماشي ها
ايه كمان؟ الليدنج مش ممكن ينتشر في اماكن تانية؟ بص يا دكتور يعمل انجايتس وانكفالايتس ومايوكاردايتس ويعمل برونكايتس ويعمل نموني ويعمل سيستايتس. انا لسه هشرح اصلا، انا بتكلم على بتيشن. ها يعمل اوستيومايلايتس، اي حاجه بقى ممكن اللي هو بيعمل اصلا تايفويد ارثر يحصل لها بالفوريشن او هيموريدج. ده كلام من الهوا كده. هو يعمل بقى بليدنج وهايبوفوليميا واللي انت بتقولها شوك والكلام ده. طيب نعمل له ايه بقى انفستيجيشنز؟ سي بي سي لو المرض كرونيك. طيب لو المرض ده ميكروب قوي يعمل ليوكوبينيا وزيلاتيف ليمفوسايتوز. هتعمل له كالتشر؟ بلاد كالتشر او ستول كالتشر، مش كده؟ طيب السيرولوجي في حاجه اسمها في انتي بودي اسمه هنا اسمه حاجه اسمها فيدال تيست. ها فيدال تيست هقوله. ها مفيش حاجه سبيسيفيك. ديفرنشال دايجنوز فيفر اوف انون اوريجن. تعالجه ازاي؟ انفلكتيك ونغسل الدرع قبل الاكل وبعد الاكل وندي فاكسينيشن. في فاكسينيشن مين ياخد فاكسينيشن؟ الناس الفود هاندلرز. ما تقروش من الكتاب يا ابني، لسه هنقول الصح العلم بقى. طيب ها جنرال اي كلام، سيمبتوماتيك اي كلام، سبيسيفيك اديله انتي بايوتيك. حد يعرف انتي بايوتيك سبيسيفيك للتيفويد؟ ده اللي هتتعب وتحفظه. سيبرو فلوكساسيد وعالج الكومبليكيشن زي هيموريج او بيرفوريشن. عارف لو انت عملت الكلام ده؟ ايوه. لو سؤال من 10 خدت لك 7. 7 فاهمني ولا لا؟ طب ما تيجي عايزين ناخد الثلاثه بقى. نعم مفضل. نفضلوه؟ نعم مفضل. ناخد بقى افهم بقى. اتكلم دلوقتي العلم. ها التايفويد الكوست اوف اورجانيزم سالمونيلا تايفي وبارا تايفي اي وبي وسي ها ويتش ار جرام نيجاتيف باسيلاي. السورس بيشنت اور كارير. الترانسميشن فيكو اورال. الانكيوبيشن بيريود نفس الكلام. كلينيكال بيكشر بقى افهم الحته بتاعت الباثولوجي دي. مش هو فيكو اورال؟ ده بيكون اندايركت فيكو اورال. يعني ايه اندايركت؟ واحد يا جماعه واحد مثلا شغال فود هاند، شغال في مطعم ولا حاجه، هو عنده تايفويد، دخل التواليت وما غسلش ايده بعدها، حط الميكروب في سندوتشات ناس كلته، ده اندايركت. ها واحده ست في المطبخ وتعمل اكل لاولادها وهي عندها وايديها مش نظيفه، نفس الحاجه، ده اسمه اندايركت. هل في دايركت فيكو اورال؟ في دايركت. واحد عنده الميكروب وسلم على حد عنده الميكروب، فاللي سلم عليه ده خد الميكروب حطه في بقه، ده اسمه دايركت فيكو اورال. المهم فيكو اورال والسلام. الكلينيك الميكروب ده دخل في الانتستين، بيحب يقعد في الاليم. بيقعد فين في الاليم بقى يا عبد الرحمن؟ بيحب يقعد فين بالظبط؟ يقعد في حته اسمها بير باتشز. بيرز باتشز سيبك يا دكتور الفم مش عامل كده. ها بيرز باتشز دي عباره عن ايه؟ ها دي الليمفاتكس بتاعت الانتستين. ويقعد بيفضل قاعد اسبوعين في الليمفاتكس دي وعمال ينتشر في الدم ويروح هنا وهنا وهنا ويعمل توكسيك مانيفيستيشنز رهيبه. بعد اسبوعين المناعه هتتغلب عليه، او حتى يكون الشخص ده خد انتي بايوتيك وتبدا الامور بتاعته تخف تماما. علشان كده الكلينيكال بيكشر هنا بنقسمها لايه بقى؟ ها بنقسمها لفور ويكس. نقسمها الى 4 ويكس، حاجات في الفيرست ويك، حاجات في السكند، الثيرد ده مهم جدا، الفورث خلاص. الثيرد ده اسمه اسبوع الشفاء او المضاعفات. اربعه ده الكونفاليسنت اللي هو هيبدا يخف. الفيرست ويك اول ما الميكروب دخل وقعد في البير باتشز، بيرز باتشز وعمال يدي للسيركيوليشن. العين ده عنده فيبر، الحراره بتاعته تبدا كده واطيه وتعلى تدريجيا. ستيف ليفر عامل زي درجات السلم، بيبقى عنده فيبر. هي الفيبر بتعمل ايه في الباص؟ بتزودها. بيبقى عنده ريلاتيف بريز. يعني الحراره بتاع لكن الباص ما بيعلاش قوي. الحراره بتاع الباص لا مش قوي. يكون عندهم دايريا او كونستيبيشن، والاكثر كونستيبيشن. ابدومينال ديستنشن. يحصل لهم الرجيك رياكشن في السكين، يعمل رود سبوتس سكين راش. توكسس بتقعد على التانج يعمل كوت التانج. يبقى الاسبرين انلارجد وسوفت. الاسبرين بيكبر ليه؟ جهاز المناعه. جهاز المناعه بيكبر. الانفلود ده اكبر حاجه في جهاز المناعه، يبقى انلارجد. يبقى انا عندي تندر، طبعا بيبقى حاجه بسيطه وبيبقى انلارجد تندر اسبرين. الاسبوع الثاني مفيش حاجة تانية، يعني مفيش تغيير إلا إن الهيدنج بيقل شوية والحرارة تتحول إنها تبقى كونتينوس فيفر، ونفس الحاجات دي هي نفس الكلام ده هو. الأسبوع الثالث خلاص خفينا، أسبوع الشفاء، هيحصل هيلينج ويبدأ يتحسن، يا إما يحصل كومبليكيشنز هقول لك عليها دلوقتي. الأسبوع الرابع ده كونفاليزنت، مرحلة النقاهة بدأ يخف، بط ريلابس مي أوكير. يعني إيه ريلابس؟ المرض يرجع تاني. يرجع تاني ليه؟ لو العيان خد علاج اي كلام، يعني بارشال تريتمنت، خده فتره صغيره،
او اذا كان العين ده مناعته ضعيفه يبدا يحصل لنا ايه؟ يحصل ريلابس. انا خلصت الكلينيكال فيجن. الكلينيكال فيجن كام اسبوع؟ اربعه. الفيرست سيفير توكسيميا، الحراره بتبقى ستيب ليدر طالعه زي السلم، معانا ريلاف براديكارديا، معانا هيدك، كونستيبيشن، ديستنشن، سكين راش، كوت الطن. نفس الكلام في الاسبوع الثاني بس الحراره تبقى كونتينوس والهيدك يقل شويه. الاسبوع الثالث ها تقول اسبوع ده دينجرس ويك، ليه بقى؟ ها الشفاء او المضاعفات. الاسبوع الرابع ها كونفاليزنت هيخف، ها لكن الريلابس ممكن يحصل. كومبليكيشنز واحد ريلابس موافقين؟ مين السيستمز الكبار اللي معانا؟ ما تبصش لكده، مين السيستمز الكبار؟ سي ان اس وريسبيراتوري وهارت وجي اي تي وطبعا الماسكول سكليتا بيأثر على الخمسه. بس بالله عليكم لما اقول لك تايفويد اول حاجه تقولها ككومبليكيشن جي اي تي في كلمتين، هو بيعمل ألسرز. الألسرز دي مشكلتها يحصل منها بليدنج، يعمل هيموريج، او تبص تتخرم وتفتح في البروتينيوم تعمل بيرفوريشن. يبقى مشكلتي في الألسرز حاجتين، ها هيموريج وبيرفوريشن. هيموريج هتعمل نزيف، والنزيف ده يعمل هايبوفوليميا، والهايبوفوليميا ممكن تعمل اكيوت رينال فيلير، تعمل مشاكل. طب يا دكتور الحاجه الثانيه يعمل ايه؟ حاجه ثانيه ممكن يعمل لنا ايه؟ يعمل بيرفوريشن. الميكروب يدخل في البروتين يبقى اسم الحاله بتاعتنا بيريتونايتس. انا خلصت. على مستوى البرين مينجايتس وانكفالايتس، على مستوى القلب بيريكارديتس مايوكارديتس اندوكارديتس، على مستوى الريسبيراتوري برونكايتس او نمونيا، برونكايتس او نمونيا، على مستوى العظم اوستيومايلايتس، على مستوى مثلا البلادر او الرينال سيستم بقى يعمل باينفرايتس دومينفرايتس سيستايتس، اي حاجه في اي حاجه ممكن يبقى كرونيك، يبقى كرونيك يعني المرض يقعد فتره طويله، هيفضل قاعد فتره طويله، يبقى احنا عندنا كرونيك تايفويد. كلام سهل ولا صعب؟ في حاجه عنده مشاكل؟ ما عاملين كده ليه؟ اسامه في حاجه؟ عنده عندك مشكله؟ في مشاكل سهله بس اسال لو عايز حاجه. ماشي في جدول يا فندم؟ موجوده اول صفحه السكين مش فاهم اصلا هو لا مش عايش اسم المكان اللي بيقعد فيه بيرز من ال بص يا ابني، بص يا ابني، انفستيجيشن سي بي سي خلاص نفس الكلام. ها كالتشر مهمه في الفيرست تو ويكس، اعمل بلاد كالتشر. ثيرد ويك ممكن تعمل ستول كالتشر، ها بلاد كالتشر او ستول كالتشر وخلاص. سيرولوجي كانوا بيعملوا حاجه اسمها فيدال تيست زمان، ده اتلغى دلوقتي ما عادش حد يعتمد عليه. البلاد كالتشر احسن منه. انا هشرح الفيدال تيست عشان الكلينيكال باثولوجي وليس عشان البطنه. الفيدال تيست فور كلينيكال باثولوجي. ايه الفيدال تيست ده؟ بص لي هنا عشان تفهم عشان نخلص منه. فيدال تيست بندور على انتي بودي. ايه بقى اسمه ايه الانتي بودي؟ الانتي بودي اسمه انتي اتش تايفويد. حاجه اسمها انتي اتش تايفويد. وحاجه اسمها انتي اتش بارا ايه تايفويد. وانتي اتش بارا بي. طيب انا عندي انتي اتش تايفويد بتاع التايفويد، والبارا ايه بتاع البارا تايفويد ايه، والبارا بي بتاع البارا بي. سي ما عندناش سي اصلا. كويس؟ كل انتي بودي من دول سبيسيفيك للميكروب بتاعه، يعني لما الاقي واحد عنده انتي اتش تايفويد، مرات عنده تايفويد، انتي اتش بارا ايه يبقى عنده بارا تايفويد ايه؟ بي يبقى عنده بي، كويس؟ عشان احنا دوله متخلفه مش نظيفه من الاخر، ها وكل الشرق الاوسط كده للاسف حطوا لنا حاجه اسمها تتر. يعني ايه تتر يا ريس؟ يعني في اطار المسموح. يعني ايه برضه يا دكتور في اطار المسموح؟ مسموح عندنا ان يبقى عندنا شويه انتي بوديز، ها مسموح ان يكون عندنا شويه انتي بوديز اقل من التتر ده. المشكله انها تزيد عن التتر ده. التتر بقى سهل جدا، خلاص الارقام اتغيرت، او لو موجوده في الكتاب ارقام قديمه تغيرها. 1 على 160 يعني عايز تقول لي ايه؟ لو انت دلوقتي ها عملت لك يا دكتور تحليل ولقيت عندك انتي اتش تايفويد 1 على 100 التنظيف جدا فزي الفل. المشكلة ان هو يزيد عن كام؟ فهمتني ولا لا؟ هو مين اخطر؟ 1 على 200 ولا 1 على 300؟ 300. مين اخطر؟ 200. اقسم بالله افكر جديا بعد المعامله معاكم ان انا اشوف شغلانه شريفه. بص يا باشا، بص يا فاشل، والله بجد والله العظيم والله الشغل معاكم حرام يا
ولا يعني ايه واحد على 300؟ يعني واحد على 500؟ مش انا بقول لك لو اقل من كده يبقى حلو، اكيد لما يزيد يبقى نيله يعني بالمخ يعني. هي دي عايزه ذكاوة؟ هو انتوا يعني ما تفهموش واغبيه كمان الاثنين؟ لا 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 ما ينفعش، ما تجادليش، افهم يا قفص انت وهو، افهم. واحد على 300، واحد على 500، عارف يعني ايه واحد على 300؟ يعني خففنا السيرم بتاعه 300 مرة ولقينا الميكروب. عارف يعني ايه واحد على 500؟ خففنا السيرم بتاعه 500 مرة ولقينا الميكروب، يبقى مين اللي أخطر؟ واحد على 500 ولا واحد على 1000؟ يعني هاي تيتر از دايجنوستيك، يعني كلما زاد التيتر كلما كانت الموضوع. عارف يا دكتور لو أنت في لندن مثلا، مثلا يعني بيشيكوا عليك وعلى عندك انتي اتش بارا ايه 1/5 ولا 1/10 مستشفى هتتقفل اساسا، ها يحجزوك وطوارئ ويقول لك هتعدي المرضى بتوعنا، مع ان عندنا 1/5 ده حد نضيف جدا. ده ابن ناس قوي، فاهم ولا لا؟ فاهمني يا ولاد ولا لسه؟ فكره التتر، عشان كده بقول لكم حاجه دايما، احنا احسن من الاجانب. انت سافر اي مكان في الدنيا، اي مكان انت بعد ما جيت ام الدنيا وسافر اي مكان بعدها، ولا يهمك اي حاجه خاصه، الله العظيم ولا يهمك، كل في اي حته يا دكتور. الواد جاي من اي حته عندنا بجد والله، بص ينزل من المطار يجي له مش عارف ايه، يشرب عصير يجي له يبقى طايق بجد والله، يقعد في مشاكل كتيره جدا. احنا مع ان انت سافر اي حته ده انت هتديهم معانا، فاهمني ولا لا؟ ده دي مصيبه. طيب كل دول، كل واحد من دول يعتبر ايه؟ يعتبر سبيسيفيك، مفهوما؟ في حاجة بقى اسمها انتي او، انتي او، انتي او انتي بودي، ده مش سبيسيفيك، والتتر بتاعه 1/160، بس ده اللي يقول الحالة ريسنت ولا اولد؟ ما انا لسه لو عالي ريسنت، لو نورمال يبقى اولد. يعني ايه؟ اقول لك حاجة، اقول لك حاجة، انا دلوقتي لو بطلب من واحد بدال تيست، المعمل بيجي بأربع أرقام، حلو؟ انا هشوف مين في الثلاثه دول اللي عالي، وليكن مثلا لقيت البار بي 1/300 والباقيين كلهم في اطار النورمال، بصيت على الانتي او لقيت 1/200، يبقى دوت ريسنت بار بي. لقيت الانتي اتش تايفويد عالي، حلو كده، ولقيت دول نورمال ولقيت ده نورمال، يبقى ده اولد تايفويد. فهمتني ولا لا؟ يبقى الاو مش سبيسيفيك، لكن يقول لك ايه ده حاجه ريسنت ولا حاجه اولد بس، مش اكتر من كده. مفهوم الحته دي؟ مايكرو كان فاكسينيتد تقريبا. اصبر بقى شويه يا اخي، انت كل واحد عارف له الكلمتين هيتنطط علينا. لا مش قصدي. طب اظبط خالص. اسمع ايه ده؟ مش قصدي. جالي واحد، جالي واحد لقيت عنده، هو ايه اللي عمال يزن؟ هو دكتور يا عم هو ايه؟ ما ده مفصول انت. لا يا حبيبي كان شغال. والله ما كان شغال، ما اشتغلتش معاه. سكر. جالي واحد، جالي واحد لقيت عنده الانتي اتش عالي والانتي بار اي عالي وبي عالي، قلت ده عايش في زباله، صح ولا لا؟ ده بياكل زباله. ما هو ايه بقى؟ الثلاثه عليه. لا يا حبيبي ده حد حلو جدا، ده واخد فاكسينيشن. اسم الفاكسين ايه؟ اسمه تاب فاكسين. تاب يعني اجنست التايفويد والبار اي والبار، ها فهمت ولا لا؟ الناس الفود هاندلرز اللي شغالين في محلات الشيفات، الناس دول لازم ياخدوا ايه؟ لازم ياخدوا ثلاث فاكسين. فلما تعملوا تيست وتلاقي الثلاثه عاليين، مش معقول عنده الثلاثه، وان كان وارد ان حد يبقى عنده الثلاثه، لكن الاوقع ان هو يكون واخد، اسال واخد فاكسينيشن ولا لا. خلصت؟ تريتمنت اوف تايفويد. اغسل ايديك قبل وبعد الاكل، اعمل ايزوليشن للبيشنتس، عالج الناس اللي حواليك، ها ادي فاكسينيشن اسمه الفاكسين تاب فاكسين، ادي لمين؟ فود هاندلرز بس خلاص. ها جنرال كالعاده، سيمتوماتيك كالعاده، سبيسيفيك يا دكتور لازم تاخد بالك من الحته دي. ها سبيسيفيك، سيبروفلوكساسين 750 مللي جرام كل 12 ساعه، ها من 5 ل 10 ايام، 10 ايام اقل حاجه. ها في حديثا بيقولوا 5 ايام كفايه، لكن خليها 10 ايام ده المتبع. مكتوبه يا ابراهيم بتكتب ايه؟ مكتوبه يا بابا، مكتوبه. طيب. مكتوب، كله مكتوب. هقول لك فين مش مكتوب؟ مش مكتوب. فين طيب الصفحه؟ ما هو يا ابني ما هو تاب فاكسين. لا ده احنا بنتكلم على الحته بتاعت اللي هي مش مهم اصلا، لكن انت بص مش عايزين عادي. بص يا دكتور، سبيسيفيك سيبرو كانوا بيستخدموا زمان كلورامفينيكول، ما بيحبوش ليه؟ عشان البون مارو فيلير. ممكن يستخدموا امبيسيلين، ممكن يستخدم امبيسيلين كعلاج، او كوترايمكسازول حاجه رخيصه، كوترايمكسازول. بصراحه لما يجي لك عيان وتلاقيه غني كده ومترعش اديله سيبرو، السيبرو ده فيه بريبريشن عاليه جدا. ها
هتلاقي عيان اي كلام وغالبا دي كو تراي ميكس دول حد انت بتحبه اديله سبر حد بتكرهه اديله كو تراي ميكس ماشي كده السبر ده احسن حاجه بالمره اجمل حاجه. طب يا دكتور لو عندي حاله كارير هو الكارير ده بيبقى شايل دايما الميكروب فين في الجول بلادر ها لو حد كارير تعمله كوليسيستكتومي وتديله سبرو ها كوليسيستكتومي وتديله ايه ها سبرو او كلورامفينيكول. طب تعالج الكومبليكيشنز لو حصل مثلا في بيريتونايتس ها ممكن تديله كورتيزول ولا حاجه كانتي انفلاماتوري عشان ما يحصلش مشاكل في ها البروتينيوم. درس التايفويد جاي متكرر اكتر من 5-6 مرات وجاي كيسز كتيره جدا ها سؤال 5 نجوم اسمه تايفويد. لو عنده سؤال في التايفويد اتفضل. بروسيلا بروسيلوزس ما بيزل برضو سؤال وكيس الكوست اوف اورجانيزم جرام نيجاتيف كونكو باسيلاي اسمها بروسيلا. في منها امشي كده معايا من الكتاب في منها اربع انواع في بروسيلا ها ملتنسز ها ودي موجوده في الجوتس بتاعت المعيز ها وفي ابورتس ها بتاعت الكاوز البقر وفي عندنا السوز بتاعت البيجز وكانز بتاعت الكلاب. طبعا ده كلب مالناش دعوه بيها خالص يعني واخد بالك الا لو كلب مثلا عامل اكسكريشن في ميه او الميه دي حد الشبه طبعا كلام ايه يعني كلام انلوجيك يعني واخد بالك لكن المشهور جدا مع الكاوز. ليه بقى ليه؟ عشان هي بتعدي البروسيلا في اللحمه بتاعتها وبتعدي البروسيلا في اللبن بتاعها. لو حد شرب لبن مش 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 مغلي كويس او مش متبستر في هذه الحاله هو بياخد الايه بياخد البروسيلا. برضه مين اللي بياخدوها كتير جدا اللي بياكلوا اللحمه مش مستويه. تقول له حد بياكل لحمه مش مستويه اللحمه المشويه مش مستويه قوي او الجزارين تعالى الجزار هو بيذبح كده بيعمل حركه تابعه بعد كده لما يجي لكم جزار في العيد هو بيذبح هو لا مش بياكل لحمه هو بيعمل ايه هو بيذبح كده عشان يسلخ وبتاع ويعمل حاجات كده غريبه بيتعور واخد بالك وكمان اللحمه دي ما متعوره ده مذبوحه واخد بالك فدم على دم يدخل الميكروب والحركه القذره اللي بيعملها اثناء ما بيذبح تلاقيه حط الايه حط السكينه في بقه كده وبيعرف يعمل حاجه يعني ده ممكن يدخل هنا الميكروب فهمتني ولا لا؟ فدايما ده اسمه ديزيز اوف بوتشرز. عايز اقول ايه؟ لو جات لك مساله وفيها كلمه بوتشر عشان خاطري عشان خاطري جزار تبقى ايه؟ لو جات المساله فيها كلمه بوتشر يعني ايه؟ ها بروسيلا ممكن؟ طيب ايه الحاجه الثانيه؟ البروسيلا هايلي انديميك هاي بريفلنس موجوده في السعوديه ها في السعوديه ده دوله اكتر دوله فيها بروسيلا ها بتكون السعوديه حاجه انديميك عندهم ماشي. انا خلصت الترانسميشن بتاعي ها انكوكد ميلك او انكوكد ميت او ها الميلك والانكيوبيشن بيريد نفس الحاجه كلينيكال بيكشر فاهم كلينيكال بيكشر في البروسيلا اسهل حاجه اسهل حاجه هتكتب حضرتك كلمه بروسيلا تكتب كلمه بروسيلوزس ماشي يلا كتبت ها الحروف المتحركه مش عايزينها خليك مع الحروف الايه حروف السهله بس حركه مش عايزينها بي بوني بين بوني بين ار ديلابسينج فيفر سي كونستيبيشن اي ال Enlarged lymph nodes. Liver. Enlarged but tender. Sweating. Waspinomegaly. خلصت على فكرة. طب أنا عارف إن أنا أستنى طبعا. يلا اكتبها بسرعة. بي بوني بين. ار ريلابسنج فيفر يعني ريلابسنج فيفر تروح وتيجي ها سي كونستيبيشن اي ال انلارج لينف نودز ها ال ليفر ماله بقى انلارج بوفين سويتنج سبينوميجالي خلاص كده مفهوم يا ولاد ولا ايه الكومبليكيشنز تعمل تعمل انفكتد اندوكاردايتس ومايوكاردايتس تعمل ترانسفيرس مايلايتس وتعمل اوركايتس يعني انفلاميشن اوف تيستيكلز وتعمل ابورشن تعمل ابورشن في الستات
صديقي العزيز الدكتور موافي قالها بطريقه حلوه قوي، قال تبوظ المشاعر وتجيب لك شلل، وبعد كده تبوظ اللي بالي بالك، ولو حصل حاجه يحصل ابوظ. فاهم حاجه؟ هتبوظ المشاعر اندوكاردايتس ماشي، وهتجيب لك شلل ترانسفيرس مايلايتس اللي بالي بالك، اوركايتس ولو حصل حاجه بعد كده يحصل ابورشن، يعني ريبيت دايما يحصل ابورشن مع السيدات اللي عندهم ايه. خلاص خلصت ولا لا؟ كلينيكال بيكشر وانفستيجيشن اتضربت ولا ايه؟ اتضربت ولا لسه؟ خلاص بقى نجيب لك شلل بوظ اللي بالي بالك، ولو حصل حاجه يحصل ابورشن. شلل شلل بوني بين، هو فين بقى مش مع الكلينيكال بيكشر، مع الكومبليكيشنز. انا بكلم كومبليكيشنز يا باشمهندسين. عارف اعمل ايه طيب؟ فده كانت لقطه يقولوا لك عليها. لا انفستيجيشنز انفستيجيشنز المرض كورونيك. في بس حته قبل الانفستيجيشن كده، المرض ده في منه يعني فاريانتس، في منه انواع، في نوع يبقى اكيوت. دكاتره ركزوا معايا، ها في نوع منه اكيوت. انتوا عندكم اعاقه زي ما تقولوش ده بسرعه كده، قولوا كده بسرعه. ها دكتور في نوع منه يبقى اكيوت، والاكيوت ده هو دايما الكلاسيكال فورم، يبقى معاه انديولارد فيفر اللي هي الحراره اللي بتروح وتيجي دي، واخد بالك؟ ها وده دايما بيكون كتير. في نوع تاني بيبقى كرونيك، والكرونيك ده عشان هو بياخد وقت كتير يتحط مع الديفرنشال دايجنوز في باتوس بينوميجال. في نوع عايز حد يقوله لي يبقى لوكالايزد، يقعد في حته واحده، يجي في العظم بس ويفضل مزمن في الايه؟ يفضل قاعد في العظم، يرحمكم الله، يقعد في العظم لفتره طويله جدا. في نوع يبقى مايلد اسمه امبيولاتوري. عارف يا دكتور الناس اللي عندهم انديميك بروسيلوزيس ما يشتكيش من الاعراض زي كده؟ انت لو سافرت السعوديه وجالك بروسيلا هتموت فيها، لكن هو هناك طول عمره عنده بروسيلا، فالمرض بتاعه يبقى ايه؟ يبقى اسمه امبيولاتوري. يعني ايه امبيولاتوري؟ يعني هو واخد المرض وماشي مايلد فورم، لان هو خلاص هو يعتبر ايه؟ متعود عليه. دي كده حاجه اسمها فورمز وبروسيلا، تبقى عارف شويه منها وخلاص. الانفستيجيشن سهله، نفس السي بي سي، نفس الكلام، مفيش فيه جديد. الكالتشر اهم حاجه، السيرولوجي. والسيرولوجي هنا اسمه بص يا دكتور بروسيلا اجلوتينيشن تيست، وليه تيست، والرقم انتوا عارفينه 1 على 160 زي البدايه. لو الرقم اقل من كده في مكان انديميك في اطار المسموح، اكتر من كده يعني لو واحد البروسيلا اجلوتينيشن تيست 1 على 400 واحد 1 على 1000 مين اخطر؟ 1 على 1000. يعني خففنا السيرم 1000 مره والميكروب ما زال ايه؟ سهله ولا لا؟ مفهومه؟ يا جماعه اتقلبت ولا ايه؟ هو الواحد يقلب مش عاجب، يبقى عامل ضمير مش عاجب، عامل لكم ايه؟ طب عالج يلا عالج. نطبخ الاكل كويس، نبستر اللبن، ما تشربش لبن في الشارع، ما تجيش كده المعز على طول وتشرب، لازم ايه؟ هاي تبستر الاول. ها جنرال، ها سيمتوماتيك، سبيسيفيك مهم. ها سبيسيفيك مهم، في دوايين لازم تحفظهم. في دوايين لازم تحفظهم. دوكسي سايكلين وريفامبيزين. دوكسي سايكلين، دوكسي سايكلين 200 مللي جرام يوميا لمده 6 اسابيع، بلس ريفامبيزين 300 مللي جرام ممكن 3 مرات في اليوم او مرتين في اليوم لمده 6 اسابيع. العلاج بتاعنا بيكون كومباينيشن دوكسي سايكلين اسمه في الصيدليه فيبرامايسين مع ريفامبيزين اسمه في الصيدليه ريماكتان. الدوايين دول بيتاخدوا مع بعض لمده 6 اسابيع، 42 يوم. لازم كده، الدواء ده بياخد وقت طويل، يقعد فتره طويله. ها كان زمان بيدوا ستريبتومايسين وتترا سايكلين، ليهم سايد افكتس كتيره. دراج اوف تشويس حاجتين. مهمه دوكسي سايكلين. بيجي سؤال، ها دوكسي سايكلين 200 مللي جرام يوميا. دوكسي سايكلين شفتوا 200 مللي جرام يوميا، والريفامبيسين 300 مللي جرام مرتين لثلاثه في اليوم. يس ما هو الرز 300. انت بتعمل ايه؟ قلب كل ده ايه؟ اتقلب. لا بس خالص يا جماعه، في مشكله في البروسيلا؟ طب حد عنده مشاكل؟ سكندرون ليه؟ سكندرون اللي هو لا ما انا قلت اسماء بس، تترا سايكل وستريبتومايسين. حد عايز حاجه في البروسيلا؟
بعد كده مين؟ ملاريا. 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 لا 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 خلاص ملاريا. 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 ملاري يلا بقى يلا بسرعه على فكره خلاص قبل ما نخلص يا جماعه يلا ملاري قول لي ملاري ايه اللي هيقول كوست اوف اورجانيزم بارازايت بروتوزو اسمها ايه بلازموديوم في منه اربع انواع في منه ها فيفاكس واوفال وملاري وفي اللي هو الفالسيبار ها او الفالسيبرا ماشي دول اربع انواع السورس بتاعنا بيشنت اور كاري الترانسميشن انوفلس موسكيتو انوفلس الانوفلس افتكرته هيتعض من الانوفلس الناموسه الانكيوبيشن بيرد من اسبوع لثلاثه بص بقى انا هدي كلام ملوش لازمه كده في ثلاث دقايق بس هيفهمك حاجات كتير هدي كلام كده ملوش لازمه ايه اللي بيحصل اللي بيحصل حضرتك بتيجي الناموسه تقف على الجلد دخل البتاع بتاعها تسحب دم لما يكون واحد عنده ملاريا تاخد مع الدم ده حاجه اسمها جاميتوسايتس تروح واخداها تدخل جوه مين؟ جوه الناموس دايما تكون في مين؟ ها ماشي؟ هي في مين؟ الناموس هي اللي في مين؟ فتروح واخدها الجاميتوسايتس دي جواها جوه الناموسه الجاميتوسايتس دول عباره عن ميل وفي ميل الاثنين مع بعض يتجوزوا واخد بالك؟ هيبداوا يعملوا حاجه اسمها سيكسوال سايكل جوه الناموس وبعد كده تبدا تطلع حاجه اسمها سبوروزايت. تقوم عامله انجكشن، تقوم جايه لواحد تاني ما كانش عنده، تروح مديها له. لما تديها له يروح لمكانين. يروح للليفر ومنه بعد كده يروح للار بي سيز. نعمل اسيكسوال سايكل. ايه اللي يحصل؟ هتروح في الليفر. جوه الليفر السبوروزايت دي تتحول الى تروفوزايت. وتحول الى حاجه اسمها ميروزايت. وحاجه اسمها هيبنوزايت. ابنه يعني ايه نايم؟ ابنه زويتس يعني تفضل قاعده تفضل قاعده وتنام فتره طويله. الميروزويتس دي تروح تعمل انفيجن للار بي سيز. لما تعمل انفيجن للار بي سيز تدخل جوه كره الدم الحمراء. تلعب على الهيموجلوبين. تكسر في هذا الهيموجلوبين. ولما تكسر في هذا الهيموجلوبين ممكن كره الدم كلها تبدا تتكسر. ها كره الدم تتكسر هيحصل معانا هنا هيموليتيك انيميا. في نفس الوقت هيطلع ريليز لبايروجينز مش كره الدم اتكسرت بكميات كبيره حصل ريليز لحاجه اسمها انترلوكين 1 بايروجين يعمل توكسيك مانيفستيشنز في نفس الوقت ده هي عماله تتكسر في اماكن كتيره وبتطلع حاجات كتيره دكتور ممكن العيان ده اصلا يبدا يحصل له حاجه اسمها هيموجلوبينيميا وهيموجلوبينوريا كلمه هنقولها اسمها بلاد ووتر فيفر المهم هذه الميروزويتس اللي عملت انفيشن للار بي سيز لما اتقسمت اصبح اسمها شيزون ينعلقوا الاسماء دي كلها ها بس انا مش عارف حافظها ايه اصلا هي بتتكسر تدي حاجه اسمها شيزون تبقى منقسمه بعد كده تبدا تتقطع تاني تدي حاجه اسمها ها تروفوزايت والتروفوزايت تحول الى جامي سايت اللي هو الجاميتوسايت اللي هي تيجي الناموسه تاخدها تاني وفي الناموسه تبدا تتكسر وتلف انا الشاهد يعني انها بتروح لمكانين بتروح للليفر وتروح لمين؟ ومشكلتها في الليفر حاجه واحده بس انها ممكن تفضل قاعده في الليفر فتره فتلاقي العيان ده ايه؟ بعد ما خف خلاص حصل له ريلابس للمره الثانيه تقول بس احنا خلاص بعدناه عن الناموس وخد الادويه بتاعته المرض ظهر ليه يا ولاد؟ وده بيخلينا نعمل حاجه دايما لما الناس بعد ما يخفوا لازم نمشيهم على ادويه فتره عشان نمنع ان يحصل لهم ريلابس دي المعلومه الاولى اللي انا عايزها من الكلام ده المعلومه الثانيه ان الايفكت بتاعي مين على مين؟ على الار بي سيز يعني عايز اقول لك ان الملاريا من ضمن اسباب الهيموليتيك انيميا ومن ضمن اسباب ايه في الترم الاولاني هيموليتيك جوندس يعني بقول لك واحد عنده فيفر وجوندس فيفر وجوندس من ضمن الاسباب المشهوره هي كلمه ايه كلمه متركه الاسماء دي ما تهمنيش طب بس هيقابلني كلمه في العلاج اسمها ها دواء اسمه شيزونتي سايدل يعني بيقضي عليها وهي جوه الايه وهي جوه الار بي سيز بس دي الكلمه اللي انا عايزها مش عايز حاجه ثانيه خلاص تعال بقى نتكلم كلينيكال بيكشر كلينيكال بيكشر اكيد فاهم مش عايزه كلام ها بس بتتقسم على حسب الاورجانيزم يعني ايه
انا عندي اربع انواع، في انواع طيبه وفي انواع شريره. النوع الاول في حاجه اسمها، اول نوع اسمه تيرشين ملاريا، وفي نوع اسمه كوارتم ملاريا. والله تنبسط كده لما اقول لك الكلام ده تلاقي كلام فاضي. وفي نوع ثالث اسمه مالجننت ملاريا. والمالجننت ملاريا دي ممكن تبقى تيرشين، ممكن تبقى برنيشيس، ممكن تعمل حاجه اسمها بلاس ووتر فيفر. اولا تيرشين ملاريا يعني ايه؟ تيرشين يعني ايه؟ ثلاثه، يعني ملاريا اليوم الثالث. ماشي، ملاريا اليوم الثالث، ودي بتحصل مع حاجتين، بتحصل مع الفيفاكس والاوبال. ملاريا اليوم الرابع بتحصل مع الملاريا، والمالجنا طبعا مع البلازموديوم فالسيبرم. اول نوع تيرشن يعني ايه؟ العين يحصل له ايه؟ النهارده ايه؟ الاثنين. النهارده الاثنين. العين يوم الاثنين، يوم الثلاث كويس. يوم الاربع تجي له اتاك. يوم الخميس ويوم الجمعه كويس. اليوم الثالث يوم السبت تجي له اتاك. الحد والاثنين كويس. الثلاث تجي له اتاك. الاتاك بتيجي كل قد ايه؟ يومين، لا مش كل ثلاث ايام، كل يومين بتيجي في اليوم الثالث. كل يومين تيجي في اليوم الايه؟ يبقى هو الاتاك بتيجي افري 48 اورز، يعني اليوم الثالث يحصل المرض. طب لما اقول لحضرتك كوارتن فهمت ايه؟ نفس الحاجه بس ثلاث ايام وتيجي في اليوم الرابع. دي اول معلومه. الاتاك يا دكتور عباره عن ايه بالظبط كده؟ العيان يقول لك ايه؟ العيان يبقى قاعد كده يقول لك الحقوني انا بردان جدا بردان جدا بردان، ويقعد يرتعش ورايجر ونوزيا وفوميتنج. دكتور يجوا يغطوه بالغطا اللي في البيت كله، يقعد ساعه متلج. بعد كده يقول لهم انا حران انا مش طايق، يشيلوا الغطا كله، يشيلوا الغطا، يدخل في فيفر هاي فيفر، ويفضل قاعد في الفيفر دي من 7 لـ 8 ساعات. بعد كده يتصبب عرقا، عرق غزير جدا، يعرق. بعد كده يبدا خلاص يبقى كويس والموضوع انتهى تماما. يعني الاتاك بيحصل فيها ثلاث حاجات: سنس اوف كولدنس، ثم هوت ستيج، بعد كده يحصل سويتنج. اول واحده سنس اوف كولدنس، هو على فكره في اثناء ما هو حاسس ان هو بردان هو ده السنس بتاعه هو، لكن لما تقيسوا الحراره تلاقيها 39 و40. هو انتم محدش منكم سخن قبل كده؟ اكيد كلنا سخنا. فبيحصل لك سخونيه، بتحس ان انت ايه؟ بردان. انا بردان، وتقعد تتغطى كتير قوي مش كده؟ مع ان غلط اصلا، اللي عنده سخونيه ده ما نغطوش عشان يفقد حراره، فاهمني؟ لكن انت بتتعاطف معاه وتسمع كلامه وتقعد تغطيه كتير قوي. الفكره كلها هو في هذه الحاله حرارته عاليه قوي. يفضل كده ساعه، بعديها بشويه يقول لك لا شيل الغطا، خلاص شيل الغطا. ايه اللي حصل؟ كرات الدم بدات تتكسر، بدا يطلع منها بايرجنز كتير، حراره عاليه قوي، ومعاه كمان انوركسيا ومعاه نوزيا وفوميتنج فظيعه. يقعد 7 8 ساعات كده. لو انا سبت العيان ما اديتلوش اي حاجه ولا اي ادويه ولا اي حاجه بالمره، انت ما اديتلوش اي حاجه بالمره، هذا المريض هيدخل في سويتنج، عرق. العرق ده مهم جدا. اولا مين اللي بيخليه يعرق؟ الثيرموستات. ايه الثيرموستات؟ في الهايبوثالموس. هذا هو بيعمل كنترول يخليك تعرق. فلما تعرق ده حاجه كويسه، الحراره تبدا ترجع تاني لطبيعتها. وبعد يومين بعد يومين تقعد تتكرر. مفهوم ولا لا؟ طيب النوع الثاني كوارتن ملاريا، نفس اللي قلته بالكلمه بس هيتعمل كل 3 ايام، وده مع البلازموديوم ملاريا. يبقى بردان حران عرقان، خلاص خلصت. مفهومه؟ طيب النوع الثالث اسمه مالجننت ملاريا، سببها بلازموديوم فالسيبرا. عايز اقول لكم كلمه بس ما تكتبوهاش بس افهموها. هو ليه البلازموديوم فالسيبرم ده اوحش واحد فيهم يعني؟ ليه هو الوحش؟ بص يا ولاد، عشان هو كميكروب، افهمني بقى لو سمحت. هو كميكروب بيطلع بروتين ويتغطى بهذا البروتين، البروتين ده يبدا ايه؟ يغلفه. وكل يوم او كل شويه بيغير البروتين بتاعه. وما انت لما تيجي تديله انتي بايوتيك او الجسم يطلع قدامه اجسام مضاده، او عامل زي الانفلونزا كل شويه تغير الجينوم بتاعه، فاهمني ولا لا؟ هو كل شويه بيغير البروتين. تاني حاجه، لما يدخل جوه الار بي سيز ويعمل لها اتاك زي ما قلنا، مش هو بيوصل لليفر ثم الار بي سيز؟ لما يدخل جوه الار بي سيز بيطلع ادهيزف ماتيريالز يخلي كرات الدم تلزق في بعضها، غير ان هو بيكسرها، لا ده ممكن يخليها تلزق في بعضها كمان ويعمل لي ثرومبوزس في مكان ما. عشان كده اوحش واحد هو مين؟ هو البلازموديوم فالسيبرم، عشان حاجتين، عشان بيفرز بروتين يحوط نفسه بيه فور بروتكشن، وفي نفس الوقت بيطلع ادهيزف ماتيريالز ممكن تلزق كرات دم حمراء في بعضها. مجدي انا بكلم مين يا حبيبي؟ كلينيكال بيكشر، مالجننت ملاريا ممكن تبقى تيرشين، فهمت ايه؟
يومين والثالث the same picture of benign tertian malaria but more severe. يعني الحرارة أعلى، السويتنج أعلى، كل حاجة أكتر، لكن the same، هو هو نفس الكلام. نمرة اتنين نفس الحاجات، المراحل هي بس بتبقى كل حاجة سيفير. طب كلمة يا دكتور برنيشيس، برنيشيس دي فيها كلمة رهيبة جدا. مش أنا قلت لكم إن هو بيطلع بروتين وبيطلع adhesive materials ويبدأ يعمل thrombosis؟ على فكرة بقى، على فكرة يعني ممكن thrombosis ده حضرتك يجي في أي cerebral arterioles يعمل cerebral malaria، ولو حصل كده يعني يجيله confusion ويجيله كوما وتبقى حياته طيب. وقف هنا وقفة بقى، الله يبارك لكم وركزوا معايا. في سؤال اتكرر كتير اسمه cerebral malaria، لو جالك هذا السؤال بعشر درجات تعمل ايه؟ اتيولوجي بس الكوست اوف اورجانيزم مين؟ بس 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 ها فالسيبارم بس، السورس ماشي، ترانسميشن ماشي، انتوبيشن بيدو، الكلينيكال بيكشر هتكلم على دول. ولما اجي عند كلمه سيريبرال عنده كونفيوجن، عنده كونفالجن، عنده كوما، ها عنده لاك اوف كونسنتريشن، عنده نيورولوجيكال مانيفستيشنز. لما اقول انفستيجيشنز وتريتمنت هم انفستيجيشنز اند تريتمنت اوف ملاريا. عدى فيهم حاجه؟ ما تخضش من الكلمه. هو بس المشكله ايه؟ المشكله ايه؟ الخضه، ايه الخضه بتاعتنا؟ ايه الخضه يعني؟ سيريبرال. انت كلمه سيريبرال دي خضتك. نيورو. سيريبرال يعني حصل حاجه في النيورولوجيكال سيستم. ما نكتبش، نكتب كونفيوجن، كونفرجن، كوما بس. ما نكتبش تفاصيل، هو سؤال ملاريا، سؤال انفكشن. ماشي؟ فاهمين يا اولاد؟ طيب. في نوع تاني منها بيكون جي اي تي بي. نعم عمل السيريبرال ملاريا ايه؟ عشان هو طلع ادهيزف ماتيريالز ولزقت الار بي سيس ببعضها. يجي في الجي اي تي يعمل سيفير نوزيا وفوميتنج احيانا. في نوع اسمه الجيت فورم. الجيت يعني بارد على فكره، يعني ساقع، يعني نوع ما يحصلش معاه فيفر او لوت فيفر، اسمه الجيت فورم. مش مهم قوي، اسمع اللي جاي بقى، اسمع اللي جاي. بلاك ووتر فيبر، ممكن تفهمني؟ لما البلازموديوم ده راح اتاك الار بي سيز، راح ضرب في الار بي سيز، لما ضرب في الار بي سيز بدا يكسرها كتير قوي، لما اتكسرت كتير قوي اصبح فيه هيموجلوبين ماشي في الدم كتير. فاكر الهيموليتيك انيميا؟ عندي هيموجلوبينيميا وهيموجلوبينوريا. لما يحصل هيموجلوبينوريا اليورين ينزل لونه ايه؟ اسود. والعين عنده ايه؟ فيبر. قالوا عليها كلمه بلاك ووتر فيبر، ترجمها بلاك ووتر يعني لون ايه؟ يعني اسود فيفر. يعني فيفرش، يبقى بلاك ووتر فيفر تحصل مع مين؟ تحصل مع البلازموديوم ملاريا. ايه الخوف في العيان ده؟ يعني اللي عنده بلاك ووتر فيفر انا خايف من ايه؟ يا اولاد في هيموجلوبين. اه ده لا في هيموجلوبين ماشي انيميا انا معاك وبيفضل حاجات كتير. ايوه رينال فيلر. ليه؟ الهيموجلوبين ده يا اولاد مركب وحش، ممكن يسد التيوبيوكس بتاعت الكدني ويعمل تيوبيولر اكيوت رينال فيلير. يعمل ايه؟ تيوبولر اكيوت، هناخدها ان شاء الله، لكن الخطوره كلها انه يعمل رينال فيلير. يبقى البلاك ووتر فيفر اه خطورتها في مين؟ ها في الاكيوت رينال فيلير. طب امتى بقى مين العين اللي يحصل له ها بلاك ووتر فيفر؟ لازم حاجتين، لازم يكون الكوست اوف اورجانيزم ده بلازموديوم فالسيتو، لازم يكون العين ده اتعالج بحاجه اسمها كينين. كينين ايه الكينين ده؟ لا انتي ملاريا. ها بيحصل ابنورمال رياكشن ليه وكرات الدم تتكسر اكتر. يبقى انا عندي بلازموديوم فالسيبرام وكينين. لو واحد عنده فالسيبرام ده وخد كينين ها يبدا يحصل له بلاك ووتر فيبر. البلاك ووتر فيبر ليه اسمها كده؟ انترا فاسكولار هيموليسيس وذ هيموجلوبينيميا اند هيموجلوبينوريا اند اكيوت رينال فيلير ميجو كير. كمان مره بسرعه، كلينيكال بيكشر اوف ملاريا على حسب هل هي بناين تيرشن ولا كوارتن ولا مالجنت. إذا كان السبب بتاعنا بيفاكس أو بال هتبقى تيرشيا اليوم الثاني ثم الثالث يحصل أتاك. الأتاك عبارة عن إيه؟ سينس أوف كولنس لمدة ساعة ثم في هوت لمدة 7-8 ساعات، بعد كده وبعد كده يبدأ يتحسن وتيجي كل 48 ساعة. لو اتكررت كل 72 ساعة يبقى اسمها كوارتن والكوست أوف أورجانيزم مين؟ ملاريا. لو كان السبب بلازموديوم فالسيبرا بنسميها مالجنت ملاريا الوحش، لأنه الأورجانيزم هنا أخطر، أخطر عشان حاجتين، بيحوط نفسه بروتين فور بروتكشن، بيخلي يطلع اديزيد ماتيريالز ويزرع الار بي سيز في بعض. ممكن يجي تيرشن تقول لي ما هو زي ده، لا ده بناين ده مالجنت يبقى سيفير كلينيكال بيكشر. ممكن يجي برنيشيس على مستوى المخ او الجي اي تي او معهوش حراره، لو على مستوى المخ يبقى اسمها سيريبرال ملاريا ودي مهمه. ها سيريبرال معناها كونفيوجن وكونفالجن وكوما، لكنها ملاريا عاديه. ممكن يعمل بلاك ووتر فيور بس بشرط، يبقى بشرطين، يبقى فالسيبرام وبياخد ايه؟ لغايه دلوقتي واضح؟
فالكومبليكيشنز اوف مالاريا من اللي انا قلته. رينا الفيلر دي اخر حاجه. خلاص؟ هيموليتيك انيميا. هيموليتيك انيميا. كوم وكونفرجن سي ان اس افكشن مش كده ولا ايه؟ ها دي كومبليكيشنز ممكن تحصل. رينا الفيلر هي الكلمه الاهم. رينا الفيلر هي الكلمه الاهم ماشي؟ انفستيجيشنز. سي بي سي فيها هيموليتيك انيميا مش كده؟ فيها هيموليتيك انيميا. العيان ده لما تيجي تعمل له كالتشر مفيش كالتشر قوي هنا. اقول لك حاجه بقى. اه طبعا ماشي. بص يا ولاد ناخد عين الدم هوريكم بس يا ولاد ناخد عين الدم عين الدم ناخد منه عين الدم ونفردها على سلايدز ونقعد نبص عليها. عين في الدم اهي تلاقي في وسطها كده البلازموديوم موجود. يعني باخدها منين؟ ها بدل الكالتشر اقول ايه بقى؟ اقول بلاد فيلم. بلاد فيلم هتلاقي فيه الميكروب موجود. ممكن طبعا سيرولوجي انتي بودي ضد ممكن ماشي. لكن اهم كلمه هنا ايه؟ علم على كلمه بلاد فيلم او حتى ممكن يتاخد من البومر احيانا. في الاماكن اللي فيها انديميك مالاريا الار بي سي بتتكسر كتير. عارفين اكتر مكان كان بتتكسر فيه الار بي سي فين؟ السبرين. فكان لازم ممكن يحصل لهم هيوج سبرينوميجالي يسموه تروبيكال سبرينوميجالي. ودي كلمه معبره تروبيكال ها سبرينوميجالي دي كلمه معبره ليه؟ لان بيحصل السبرين بيكبر في الاماكن دي في المكان ده في الحته دي في القريه دي في المدينه دي في الحته اللي فيها مالاريا يبقى حاجه انديميك ماشي. ها تروبيكال سبرينوميجالي ها يبقى السبرين كبير جدا ممكن يؤدي الى هايبر سبرينيزم. مقبوليها عادي مش مشكله. يلا بقى تريتمنت. في بروفيلاكسز. في حاجتين بروفيلاكسز. هو مين السبب؟ طب نعمل ايه ضد الناموسيه؟ ايه الناموسيه دي؟ ناموسيه. الناموسيه هنحطها على السرير عشان ما يدخلوش ناموسه. وايه كمان؟ انتي موسكيتو ميجرز ترش الحاجات دي في المدينه كلها ولا في المكان كله مش كده ولا لا؟ طيب واحد دلوقتي انا مسافر عندي ماتش في نيجيريا. عندي مؤتمر في نيجيريا. المنتخب مسافر نيجيريا. ندي له ايه بقى؟ ايه البروفلاكسز؟ ها؟ ايه البروفلاكسز؟ ندي له كلوروكين. تدي له قد ايه؟ 500 مللي جرام اللي هم قرصين يعني اسبوعيا لمده 4 اسابيع بعد الرجوع. ما بقولش انا اعجاز، بدي له قرصين، القرص 250، ادي له 500 مللي جرام كل اسبوع. كل اسبوع انا عرفت ان انا مسافر ان شاء الله الشهر اللي جاي. انا بروح انا بجيب التاشيره اصلا بتاعت نيجيريا يقول لك لازم تاخد التطعيمات كذا. ابدا اخد اقراص قبلها بقى باسبوعين بثلاثه باربعه اهم حاجه لغايه لما بعد ما ارجع بقى دي 4 سنين. طيب لو في حساسيه من الكلوروكين ايه البديل بتاعه؟ ميفلوكين. الميفلوكين ده نص الجرعه 250 مللي جرام 4 اسابيع يعني اسبوعيا لمده 4 اسابيع بعد الرجوع. ميفلوكين 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 اخد الكلوروكين ماشي يا اولاد. قلنا الكلوروكين فين قبل كده؟ خلاص والله انا هعتذر خلاص مش مهم خلصت كمان يا عم وانا ثاني. سكندري مايوباثي اتقال مره واتقال مع الروماتويد مره اتقال مع اللوبس مره. احنا مش فاكرين كام؟ مين؟ يا باشا في ناس مجهزه ما بعرفش الجو خالص. مش حلو يبقى زي الكمبيوتر كده نعمل سيرش حنانه طالعه فين وفين وفين. لازم تكون جاهزه. حاسس ان انا ما بشرحش في حته ثانيه. انت عارف لما كانوا طلبوا كور بياخدوا سنه على بعضها كانوا بيجوا يزقوا اخر اسبوعين زنقه الكلاب برضه. وانت فاكر هو طالب هو انتوا لو قالوا لكم الامتحان ان شاء الله في شهر 10 ها احنا في شهر كام دلوقتي؟ 7 ولا 6؟ لو قال لك من 10 ل 10 هتعملوا ايه؟ والله العظيم لو جالك اقسم بالله لو جالك الخبر دلوقتي هتعملوا حاجتين تتبوا في وشي وتمشوا. هم عارفين هيتعملوا معروفه جدا يقول انت خانقنا اصلا ليه؟ هنمشي ها بعد كده تيجي قبلها باسبوعين امتحان يا دكتور. ما ده معروفه هو انا يعني ما اشتغلتش اكتوبر وهي كان امتحانها تقعد طول السنه يعني؟ والله يا ابني ده اللي بيحصل اقسم بالله هو ده اللي بيحصل. هو انت عايز تقول انك مجتهد يعني مثلا؟ لا طبعا. دكتور بتعادل المنهج كام مره؟ مين؟ ما بيلحقوش يخلصوا برضه يا بابا. ده هم كان نفسهم المنهج يتقسم عشان يمتحن في النص بس. فاهم؟ بس هو القسمه مش عاديه. ما حدش عاجبه حاله وكده كده الطالب لازم يتزنق وتعمل لهم البطنه الاول يتضايقوا وتعمل الاطفال الاول يتضايقوا. كده كده الطالب ايه مش عاجبه اي حاجه. انا طالب المصر يا دكتور لو ما اتزنقتش اتحرق. ايه؟ لو ما اتزنقتش اتحرق. انا طالب المصر. ما ينفعش لازم اتزنق. هو احسن ما فيكم واخنق ما فيكم واخد بالك كده يعني حاجتين بس يا دكتور يعني موضوع رمضان ده مش صعب
رمضان شهر عمل وعبادة. يا مين قال؟ مين قال؟ ده الحروب والحاجات اللي فيها كانت شهر فتح مكة المجهود اللي شايف متهيألي. طب انا بعمل مجهود بدني مش عضلي وبقى عادي وبتعب فاهمة؟ مين قال لك انا انتوا شايفينهم مبكره خليكوا على انتوا نفسكم نقعد نتكلم في اي حاجه ان شاء الله نتكلم في اي حاجه قريب جدا نعمل لكم واحده كده نقعد نحكي شويه خلينا نخلص بالهم اللي عندنا ده ها؟ لا ما هو اصل انا فاضل لي ربع ساعه نعمل بريك ونخلص خلاص بس انا هنصلي حاجه بقى بس النهارده ليله وتريق الله يبارك فيك اعمل ليه عشان الواحد مش يخسر الدنيا عشان دنيا واخر عشان خاطر بص يا رب انا فاضل لي ربع ساعه والله فاضل لي ربع ساعه بس عايز تركيز ازاي هو كده هو اللي مش عاجبك ربع ساعه هو احنا ناخد كل ده ايوه بقى نطير بقى خلاص يلا يا ابني يلا يا ابني هتعالج ازاي بقى كيوراتيف واحد حصل له ملاريا هديله كلوروكين القرص الواحد 250 ملي جرام الخطه 4-2-2-2 دي خطه زملكاويه فاشله 4-2-2-2 اديله اربع تراس اول ما يجي لي بعديها ب 12 ساعه اديله قرصين بعديها ب 24 ساعه قرصين كمان 24 ساعه قرصين يبقى الخطه اسمها ايه 4-2 اديته كم قرص يعني 8 يا حاجة 4 و2 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 يبقوا كام؟ 10 يبقوا 10 أول ما يجي لي هديله كام؟ 4 بعد كده 2 بعد 12 ساعة بعد كده 24 ساعة بعد كده 2 ماشي ده مين ده الكلوروكين وعلى فكرة ده أهم علاج أهم حاجة بتتاخد أهم دواء أتعلم عليه البدايل بقى البدايل في حاجات تانية في حاجة اسمها الكينين الكينين ده فيه ميزة على فكرة هيكتب جنبه انترافينوس ها الكينين فيه ميزة إن هو انترافينوس ليه بقى؟ لو واحد عنده سريبرال ملاريا ومش عارف يبلع القراص تعمل ايه؟ اديله انترا بس في مصيبه لو هو عنده بلازموديوم فالسيبرا ما يحصل له؟ هيحصل له كومبليكيشن بلاك ووتر ما يحصل له بلاك ووتر اعمل له ايه؟ اوقف الاثنين واروح مديله بقى فلويدز واديله دم وكده فاهمني ولا لا؟ طيب ممكن حاجه اسمها فانسيدار وكانوا يستخدموا الميفلوكين والتترا سايكلين دي كلها لاينز اخرى لكن في وجود الكلوروكين خلاص انا مش محتاج حاجه ثانيه لما حد عالجته من الملاريا مش هسيبه لازم اديله ميفلوكين بعدها ليه تو افويد ريلابس الريلابس هيحصل ليه لانه لما دخل في الليفر في نوع اسمه هيبنوزويدز يعني ايه هيبنوزويد فضل قاعد في الليفر شويه كونه قاعد في الليفر شويه ده يعمل لي مشكله ممكن يعمل له ريلابس تاني علشان كده لازم ادي حاجه لكده ها هيبقى اسمها ايه ها ميفلوكين شفتوا او بريميكين ممكن ادي بريميكين دوت عشان يمنع الايه ها يمنع الريلابس مره ثانيه بس مش عايز حاجه تاني مش عايز حاجه تاني في الحته دي خلاص المرض اللي بعد كده سؤال وكيس انفكشوس مونوكليوزس كتير على فكره وبيشارك في مالجنسز وبيعمل بلاد مانيفيستيشنز انفكشوس مونوكليوزس يلا يمشي بالترتيب بتاعنا كوست اوف اورجانيزم شتاين بار الانفكشن بيشنت اور كارير ترانسميشن دروبلت الانكيوبيشن بيريود كالعاده الكلينيكال بيكتشر بص بقى توكسيك مانيفيستيشن هي ليمفادينوباثي دي كلمه مهمه سور ثروت وعنده ايه؟ هو قاعد هنا في الفانكس يبقى عنده دايما سور ثروت يحصل لهم هيباتوسبينوميجالي من ضمن الديفرنشال دايجنوزس اوف هيباتوسبينوميجالي كلمه ايه؟ كلمه ابشتاين بار فيروس انفكشن بص بقى الكلمه اللي جايه عشان دي سر المساله لو واحد عنده ابشتاين بار وحصل له انفكشن مونوكليوزس وانت اديته احنا كالعادات العرب لما حد بيحصل له اي حاجه يديله ايه؟ انتي بايوتيك وعندنا عرف كده اللي ما خدش بنسلم ما خدش انتي بايوتيك الناس دول لما ياخدوا بنسلم يحصل لهم رياكشن يعمل ماكيولو بابيولار راش ودي دايجنوستيك فور انفكشوس مونوكليوزس اكتب جنبها سر المساله ماكيولو بابيولار سكين راش اون بنسلين لما تدي له امبسلين يبقى كلينيكال بيكشر خمس حاجات فيفر سور ثروت ليمفادينوبث هيباتوس بيرينوميجالي ماكيولو بابيولار راش لما ندي له ايه ولا لما تدي له بنسلين
كومبليكيشنز على ثلاثة محاور. بيعمل لي ثلاثة أو ثلاث عناوين كومبليكيشنز. ها يعمل لي كومبليكيشنز اللي هو كلمة آيتس، حطها في جملة مفيدة. ويعمل لي كومبليكيشنز، يعمل لي حاجات مالجنسز. ها يعمل مالجن، ممكن يعمل يعني ده انفولفز في بعض المالجنسز، ويعمل لي كومبليكيشن كأوتوميون حاجة حاجة. انفولفد في حاجات ايتس كتير كتير، ويحب السي ان اس جدا على فكره. مننجايتس، انكفالايتس، يعمل كرينيال نيرفس افكشن. ها يجي في البرين ستيم ويضرب لي شويه كرينيال نيرفس، دي كلمه مهمه. يضرب القلب على فكره، قول القلب. ها يجي في اللنج، اي حاجه بقى. ها ايتس كلمه مهمه. يعمل مالجنسز، قلنا من شويه مين؟ نون هوجيك الليمفوم. في حاجه اسمها نيزو فارنجيوما، نيزو فارنجيوما. وقلنا من شويه البركتس الليمفوما. البركتس دي كانت ايه؟ لينفينوز، وعملت انفيجن للايه؟ للسكين، وعملت هارد ماس. ها السبب بتاعها هو مين؟ هو الايبشتاين. انفولفد في الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، يعمل هيموليتيك انيميا، يعمل بون مارو فيلر ابلاستيك انيميا. لو رجعت لي اسباب الابلاستيك انيميا، كان في سكند شو حاجات بحرف الاي، كان من ضمنها الانفكشن، والانفكشن كان فيه هيباتيتس وايبشتاين بار فيروس. ماشي يا اولاد؟ الكلام سهل ولا صعب؟ يبقى الكلينيكال بيكشر خمس حاجات، والكومبليكيشنز على ثلاثة محاور. يحصل له انفكشن في اماكن كتيرة، يعمل مالجنسيس كتيرة، ويعمل اوتو اميون رياكشن. الانفستيجيشنز بص كالعادة، بس في تكات هنا بقى. ماشي انيميا كل ده موافق انا. الاورجانيزم ده فيروس، فبيعمل لينفوسايتوزس. لما تيجي تبص على البلاد فيلم هتلاقي لينفوسايتس كتيرة. بس اللينفوسايتس اللي راكب فيها، اللي راكب جواها ايبشتاين بار، يبقى شكلها غريب شوية. يسموها اتيبيكال لينفوسايتس. يبقى يعني ايه اتيبيكال لينفوسايتس؟ هي لينفوسايتس كونتين مين او راكب فيها مين؟ هذا الفيروس. خلاص يصنع كمان او استيميليت المونوسايتس. لو بقول لك مرض في مونوسايتوزس، ده يبقى مين؟ ايبشتاين بار. انفكشوس مونوكليوزس هو مرض مشهور بكلمه اسمها مونوسايتوزس. يبقى انا عندي لينفوسايتوزس، اتيبيكال لينفوسايتس، مونوسايتوزس، ده كلام مهم. عندي ايمينوجلوبولين اي جي ام واي جي جي ريسنت وولد، بيعملوا حاجه اسمها بول بانل تيست ومونو سبوت تيست. عايزين نتفهم، افهم بقى اللي انا هقوله ده، افهم بقى الحته دي. اللي بيشتاين بار ده بيروح يضرب البيتا سيلز. مين البيتا سيلز؟ البلازما سيلز اللي بيطلع ايمينوجلوبولين. تطلع، اسمع الكلمه دي، هيتيرو انتيبوديز. لا لا لا، هيتيرو يعني مش بتاع بني ادمين، يطلع انتي بوديز غريبة. تضرب الشيب ار بي سيز او تضرب الهورس ار بي سيز. عشان كده عملنا حاجة اسمها بول بانل وحاجة اسمها مونو سبوت. بول بانل يعني ايه؟ واحد عنده ايبشتاين بار، الايبشتاين بار ده دخل ايه؟ يعني دخل في جسمه، ضرب البي لينفوسايتس، طلعت انتي بودي. اخد انا دمه في انتي بوديز، احطه على الشيب ار بي سيز، الاقي الشيب ار بي سيز اتكسرت. اسمها بول بانل تيست. تيجي نتملاها؟ يعني ايه بول بانل تيست؟ ها هنقول ايبشتاين بار فيروس which attack B lymphocytes will release hetero antibodies against sheep and horses RBCs. هو sheep يعني خروف. sheep يعني خروف. ماشي. and horses RBCs. يعني معزه ما ينفعش، لازم خروف. ها؟ sheep RBCs يبقى اسمها بول بانل تيست، لو هورسز ار بي سيز يبقى اسمها مورس بوت تيست. حد فاهم حاجه؟ ايوه والله انتوا فاهمين حاجه فيها. طب كل دكتور يعني اللفه ديت ونخش في حيوانات وبتاع حيوانات ها؟ مورس بوت يا فندم. لو هو بول بانل يبقى شيء، لو هورس بقى حصان حضرتك، هورس يعني حصان، فهمت ايه؟ فتح كلام انا بترجم. العلاج بتاعنا كله سيمتوماتيك، انتي بايريتك وريست وخلاص. ما ينفعش اديله انتي بايريتك ليه؟
زي اللي مراش سكين لابس جنرال حمد الله ما جابدين اهو كوليرا كوليرا يلا يا دكتور كوليرا خلصت لا كلمتين والله كوليرا يعني الكوست فور جراند فيبرو كوليرا السورس بيشنت اور كارير ها ترانسميشن فيجو اورال كيبيشن بيريود من واحد لخمس ايام ده اكسبشن يا ابراهيم من واحد لخمس ايام ماشي الكلينيكال بيكشر فاهم بص بقى اسمها اليوم السادس الكوليرا اسمها ايه اليوم المرض كله بياخد خمس ايام يا يخف يا يموت يخش في ثلاث مراحل اول مرحله اسمها ايفاكيويشن من فوق ومن تحت سيفير فوميتنج سيفير دايريا الدايريا بتاعته نازله عامله زي ميه الرز ها رايز ووتر دايريا ها وعمال يرجع طب لو ما يحصل له كده يبقى عنده ايفاكيويشن فظيع يدخل في مرحله ثانيه اسمها كولابس ضغطه واطي بالصه ضعيف عنده ساينس اوف دي هايدريشنز سانكن اي والاستيك سكن والحاجات دي كلها ها مفهومه بعد كده يدخل في المرحله الثالثه اللي هي ستيج اوف ريكفر يا يخف يا يموت ها يخف ازاي بقى تعوضه بفلويد ها تديله انت بس اهم حاجه الفلويد ما عوضتوش مات العين ده في كلمه واحده هيموت بايه خلاص ده سهل قوي سهل قوي هو بيعمل ايه بيعمل سكريتوري دايريا وبيعمل فوميتنج فظيع يبقى دي المرحله الاولى ايفاكيويشن بيفضي المرحله الثانيه دي هايدريشن ورغي عن الدايهيدريشن شويه من الاطفال بعد كده يخف يحصل له ديث والديث هيكون من الدايهيدريشن مفهومه اشخصه ازاي كلينيكال بيكشر وايه كمان انفستيجيشن سي بي سي مش عارف ايه كلتشر اهم كلمه بقى. اهم كلمه اهم كلمه تزرع الاستول ازرعه على تسبس عارفين تسبس محل حلويات مشهور كده هات تسبس ده بتاع مين بقى هات تسبس ده بتاع الفيبرو كوليرا ها الكالشن اسمها ايه ها تسبس اسمها ايه مش عارفينها والله كده لا تي سي بي اس تسبس ماشي خزف خزف محل حلويات وين حلويات والله تسبس حلويات احنا عندنا في مصر تسبس ده حلويات مصري توصل البلد في الاصل عندي لو كملت بعد الفرنساوي كده شويه تغير الشمال ماشي انا جوت العلاج بتاعنا عايز كلمه واحده لا مش موافق مش موافق فاكسين مش موافق برضه عايز العلاج في كلمه واحده عارف فلويد فلويد لا شو عنده دي هايدريشن ها تعمل له ري هايدريشن فلويد زي اهم كلمه ها بعد كده بقى ادي الحاجات الانتي دايريال ادي تترا سايكلينج انتي بايوتيك ها تترا سايكلينج ماشي لكن اهم كلمه كلمه ايه لازم اعوض لازم اعوض هذا المريض ماشي الايدز الجلدية مش تبعنا خالص الحمد لله عندي بقى كام سؤال كده ده ما خدوش فرق لا خدنا هو نفس الكلام خدنا ما خدوش ايدز في الجلدية خدناه ايش اي في جلدية وربنا ايوه مش فينيريا اقول عنه كلمتين يعني لا لا مش فاكر ما كناوش مفروض انتوا النهارده خدتوا خدناش في الايدز الدكتور قال مش علينا البكتيريا بس قال الدكتور مش علينا خدنا البكتيريا بس خلاص لو في اسئله شوفي لو في اسئله ريليتد نقولها مفيش خلاص راجعيها فيفر وذ راش فيفر وذ راش بيجي يجيب جامعات قبل كده على فكره ممكن حضراتكم من الاطفال تقولوا لي الحاجات اللي كان معاها راش ميزلز جيرمن ميزلز وتشيكن بوكس مش كده ولا سكارلت فيفر طبعا طب في حاجات في البطنه فيفر وسكين راش امسك شابتر الكارديولوجي افتكر انفكتيف ميتوكاردايتس ها افتكر روماتيك فيفر مش كان معاها اريزيما مارجينيتا طيب لما تيجي تمسك الروماتولوجي ده مهم جدا سيستميك لوبس مش كان معاها مالر راش ولا ايه وعلى فكره معاها فيفر برضه وربنا معاها فيفر ها السكيلوديرم اللي هي الميكسد كونكتيف تيشو معاها حاجات هنقولها هيليوتروب وسبيسيفيك سكين راش اسمه جوترون سبابيول دي هنتكلم عليها لما ناخدها مش مشكله ها احفظي دلوقتي انفكتيف اندوكاردايتس روماتيك فيفر سيستميك لوبس علمت عليهم ممكن الناس اللي لسه قايلين دلوقتي انفكشوس مونو نيوكليوزس بيحصل له بابيولو ماكيولار راش امتى؟ طيب وفي كلمه اسمها دراج ايربشن او دراج الرجي دراج الرجي اللي هو ايه؟ سوري ممكن معاه روز سبوت صح؟ ممكن اي دراج ايربشن حد بياخد ادويه عمل حساسيه ممكن يعمل لي ايه؟ هيعمل لي بربريك ايربشن او سكين راش فيفر وذ رايجورز فيفر وذ رايجورز علمني على ثلاثه على الملاريا لو سمحت ملاريا مش مكتوبه انفكتيف اندوكاردايتس يبقى عيب
شفتوا بقى سب اكيوت باكتيريا الاندوكاردايتس وبايرونيفرايتس وهيموليتك كرايسيس. الحاجات دي كلها معاها ايه؟ فيفر ورايبر. حد فاكر كلمه اسمها حاجه اسمها اسيندنج كولانجايتس او كولانجي هيباتايتس؟ افتكر بس خليك معايا. فاكر الكوم بايل داكت؟ عارفين الليفر؟ الليفر بتنزل في حاجه اسمها هيباتيك داكت مع السيستك بس اسمها كوم بايل داكت. ماشي يا اسامه؟ دي بينزل فيها البايل والبليروبيد. لما الكوم بايل داكت تقفل يحصل استاجنيشن. لما يحصل استاجنيشن يحصل انفكشن اسمه ايه؟ اسيندنج كولانجيو هيباتايتس. يجي العيان بتشاركه تريات ثلاث حاجات: فيفر جوندس رايجور. فيفر جوندس رايجور اسمها تشاركو ستريات. يلا الف لي فيفر وذ سور ثروت. ايه بقى فيفر وذ سور ثروت دي؟ انسلايتس. ها؟ انسلايتس وفارنجايتس. لسه قايلين مين النهارده؟ ما قلناش حاجه النهارده يا لها. انفكشن مونيوكليوزس. اي حد عنده ابلاستيك اريمي. اي حد عنده نيوتروبين. صح ولا لا؟ عشان اللي عندهم دايما نقص في الوايت بلاد سيلز. طيب خلاص مش شايفين الاسئله دي معاكم ولا لا؟ في كل الكتب على فكره، في كل الكتب. بص السؤال ده بقى سؤال بطن واطفال. فيفر وفانوم اورجن فاكرينه؟ يعني ايه؟ انا عايز الديفينيشن. في حد عنده فيفر بقى له اسبوعين فهنفوق؟ وعملنا له كلينيكال هيستوري كويس واكزامينيشن وعملنا روتين انفستيجيشنز ومش لاقيين سبب. يبقى اسمها فيفر اوف انون اوريجن. هنفكر فيها ازاي؟ بص يا دكتور، كل الاسباب اللي تخطر على بالك قولها واحفظ قدر الامكان. وهتقسمهم ازاي؟ ها، انفكشوس ديزيزز، فايرال وبكتيريال وادرز، ايمونولوجيكال ديزيزز، كل امراض المناعه. ها، ممكن تعمل لنا ايه؟ ممكن تعمل لنا فيفر. ها، مالجنسز، كل المالجنسز اصلا ممكن تطلع ايه؟ ها، تطلع انترلوكين بيرفع درجه الحراره، النيوبلاستيك. ممكن يكون السبب جرانيولوما ساركيدوزس وتي بي والحاجات دي. واخد بالك يا دكتور؟ ها، بلاد ديزيزز فيها هيموليسيس كتير. هتقعد تمسكهم وتحفظ قدر الامكان وقول كل حاجه. يعني مثلا لما تيجي تقول لي انفكشن، قول اللي احنا قلناهم النهارده، قول حاجات، قول زياده عليهم كمان. ها، الميكروب اللي تعرفه واللي ما تعرفوش قوله. طيب هل هنحفظ الانفستيجيشنز؟ تبقى ساذج. مش انت قلت اسباب؟ مش انت قلت اسباب؟ كل سبب انت قلت قول اهم انفستيجيشن فيه. هترص لك يجي 20 انفستيجيشن خلصت. السؤال ده على فكره انا عايز فيه الديفينيشن بس، والباقي كله ايه؟ قدرتك على التاليف، القدره على التاليف. ماشي؟ اساتذه في التاليف. بص بقى معايا من الكتاب، انا مش عارف انتوا معاكم كده ولا لا. تريتمنت اوف بارازايتس انفستيشن. جيارديا لامبيا دي جت كتير. جيارديزيس. فهي بتعمل زي الديزنتري وبتعمل، طبعا صعب ممكن تيجي في الترم الاولاني اكتر. لكن العلاج بتاعها ما تنساش كلمه مترونيدازول 250 مللي جرام ثلاث مرات من 5 ل 10 ايام بس خلاص. ماشي؟ انكلستوما معلش تعرف لك اثنين او ثلاثه. والله انتروبياس ده لو عايز سقطك يجيبها لك بقى. وبعدين تقول له ايه ساعتها سقطني يا باشا. واخد بالك؟ لكن عموما اقول لك حاجه، نفس علاج الانكلستوما دكتور، نفس علاج الانكلستوما ينفع فيهم كلهم. نفس علاج الانكلستوما ينفع فيهم كلهم. معلش شايف كلمه اسمها هيداتد سيست؟ معاك في الكتاب؟ ميبندازول او البندازول، معلش علم عليها بس. ميبندازول او البندازول. اللي هو الهيداتد سيست. اخر حاجه الشيستوزوما. برازيل كوانتير دي معروفه جدا، اوكي؟ دكتور بس خلاص لو زنقت علاجها انكلسوم ولا في اي حاجه صح. بص يا اولاد، ها، بص لازم ماله معانا ما اعتقدش خالص. موجود بوتيوليزم خلاص ماشي. صعب قوي يجيب لك بوتيوليزم دي، بس توكس حاجه تبع التوكسيكولوجي اللي هو ايه اللي هو ايه؟ خلاص هجيب لكم البوتيوليزم. في كان معانا ورقه اتوزعت عليكم فيها انفلونزا.
لا لا في الملزمه بس خلي دي ملزمه ثانيه اللي خدها النهارده في اعتقد انفلونزا فيه طبعا عارف هو ده بيتحط في البيت كده ايه جنب اخواته لا والله يا ابني ايوه صح 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 بص يا دكتور انفلونزا فيروس لو جالك انفلونزا فيروس هتتكلم بص يا دكتور الكلام العام ده كله هو ولا يوجد له سبيسيفيك تريتمنت ما فيش حاجه اسمها سبيسيفيك تريتمنت للانفلونزا حتى الكلينيكال بيشر اللي مكتوبه هنا انت الف التوكسيك مانيفيستاشن والفيبر والكلام ده انا كاتبها لك هنا كتجميعه لكن هو نت بص امشي يا دكتور على السكيم كله هامشي على السكيم كله عشان كلمه انفلونزا كانت متكرره معانا الاتش اي في اعمل لكم كده في نص ورقه واعمل لكم اللي هو البتيوليزم ايه تاني لا ما جاهز لكم معايا دول هو معايا بس ما طبعتوش عملت لكم انا البريندس طب البريندس على فكره ده سؤال اصلا شرعي ما خدوش في الشرعي ما تستهبلوا يعني مش كان في بريندس مع الطب الشرعي وكان عاطين كرايتيريا وانتم مستخسرين طلعوا الكتاب وطلعوا كرايتيريا انا هجيبه لكم بوتيوليزم و اتش اي في قولي بس لو في حاجه ثانيه اعمل نقطه اسباب ايه؟ طب بصوا عايزين نخلص من الحته دي كلنا بصوا يا جماعه افهم اللي انا بقوله ده الوايت بلاد سيلز خمس حاجات نيوتروفيلز وايزينوفيلز وبيزوفيلز ومونوسايتس وليمفوسايتس في كل حاجه من دول ممكن حاجات تزودها هنمشي واحده واحده كده وجنب كل واحد من الحاجات اللي هي موجوده في كل الكتب بس عشان نلخصها يعني ماشي نيوتروفيليا ها نيوتروفيلز كتير ايه اللي هيزود الوايت بلاد سيلز واحد بكتيريال انفكشن هو بيقول لي اسباب النيوتروفيليا موجوده في الفيتام ده في العرض موجوده في الفيتام ده في تجمعات كتير مجمع كده حاجات زي ماشي يا دكتور اثنين هيموليتك انيمياز نيوتروفيليا انفكشن بكتيريال انفكشن اثنين نيوتروفيليا تحصل مع الهيموليتك انيميا مع الهيموليتك انيميا ليه؟ لان البون مارو ايه؟ هايبر اكتف بيصنع كل حاجه انتوا اما انا مش هتكلم وانتوا نايمين بعد السبلينكتومي ثلاثة سبلينكتومي السبلين كان بيكسر أربعة سيبسز خمسة أدوية دراجز ماشي كفاية الكلمة الثانية ليمفوسايتوزس هتقولي حاجتين ولا عايز يرغي بعديهم يرغي هتقولي حاجتين هتقولي فيرال انفكشن وتي بي والليمفاتيك ليوكيميا والليمفوما خلاص ايزينوفيليا حاجتين عايز مين تي بي فيرال ليمفاتيك ليوكيميا ليمفوما هو ده بقى 3 كوز اوف كذا 4 كوز اوف كذا فاهم فمجهز كده نفسك يعني الايزينوفيلز بزيد مع ايه حاجتين مشهورتين بارازيتك انفستيشن و الرجي ممكن تفهموني في اللي انا هقوله عشان اضرب لك كذا حاجه في بعض عندنا هرمون اسمه كورتيزول يا اولاد خليكم معايا عندنا هرمون اسمه ايه الكورتيزول ده على البون مارو بيعمل ايه بيعلي العالي ويوطي الواطي طيب بيعلي العالي يعني يزود النيوتروفيل حلو كده ويقلل اي حاجه تانية طيب عكس الكورتيزول اديسون يبقى مريض الاديسون عنده ايزينوفيليا عنده بيزوفيليا ولا انتوا فاهمين اي حاجه نعم بس كده خامت ولا لا ماشي مين عايز ايه تاني انا شغال عندكم مين عايز ايه تاني هو اصلا ايه شغال عندكم
بارازيتك والرجيك وبتاعنا و سينوبينيا مكتوبة فيفر موجودة فيفر وزيفر دنوبة يا ولاد ولاد دكاترة فيفر فيفر وزيفر دنوبة عايز محاضرة امبارح والنهار اليوكيميز بقى انواعها الليمفوما ها هيبشتاين بار خلاص دول التلاتة الكبار يلغي فيهم يا دكتور ها دول بروسيلا يا عم موافق شاطر ها حتى ممكن مع التايفويد اي فيفر لكن ما انساش هو عايز الليوكيميات والليمفوما ها الليوكيميات والليمفوما انفوما ها دي اهم حته في الموضوع بكره ما عندناش لازم استريح منكم شويه ها بكره ما فيش اولنا يوم الاربع يوم الاربع معانا الساعه 3 معانا الساعه 3 عصرا يوم الاربع معادنا الساعة 3 عصرا واضح؟ اولنا امتى؟ يوم الاربع الساعة 3 ان شاء الله انا لو انتوا